السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة أخبار الواحدة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يهنئ سيدات أقبول كرة القدم أثر تتويجهن بكأس الجزائر. ممثلاً لرئيس الجمهورية، الوزير الأول يشارك في أشغال قمة منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الغامبية بانجول. ضمن الحركية التنموية مشاريع قاعدية لدعم شبكة الطرقات بتسمسيلت. وببومرداس إنتاج المواد الأولية للسيراميك محلياً لتخفيض فاتورة الاستيراد. في فلسطين المحتلة عشرة الشهداء والجرحى في قصف صهيوني على تل الهوى ورفح، وحصيلة العدوان ترتفع إلى أزيد من 34,600 شهيد. في المستهل هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نادي سيدات أقبول كرة القدم عقب تتويجهن بكأس الجزائر. وكتب رئيس الجمهورية على حسابه الرسمي: ألف مبروك لسيدات أقبو اللواتي توجن بكأس الجزائر لكرة القدم، كل التهاني للتقنيين والفنيين وكل من شارككم في صنع هذا التتويج الباهر. وكانت فتاة أقبو لكرة القدم قد توجن أمس بكأس الجزائر بعد تغلبهن على النادي الرياضي القسنطيني بركلات الترجيح بسبعة أهداف لستة بعد نهاية المقابلة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي. انطلقت اليوم بالعاصمة الغامبية بانجول أشغال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول نذير العرباوي. القمة التي تعقد على مدار يومين تبحث العديد من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية، وكذا المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلام فوبيا وتعزيز الحوار بين الحضارات. وللمزيد من التفاصيل معنا مباشرة من داخل قاعة المؤتمرات موفد التلفزيون وليد صاري. وليد، ما هي أهم المحاور التي ستركز عليها القمة خاصة في الظرف الحالي الذي يعيشه العالم لا سيما العالم الإسلامي؟ ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وصل الوزير الأول نذير العرباوي إلى قاعة المؤتمرات هنا بالعاصمة الغامبية بانجول للمشاركة في أشغال قمة منظمة التعاون الإسلامي. هذه القمة التي تأتي في ظروف يشهد فيها العالم العديد من التحولات، وسوف تركز القمة على العديد من المواضيع خاصة القضية الفلسطينية، هذه القضية الأساسية التي سوف تركز عليها القمة 15، كذلك التكامل الاقتصادي بين الدول أعضاء في المنظمة، كذلك التنسيق ما بين الدول الأعضاء، كذلك بحث موضوع المجموعات والأقليات المسلمة في العديد من الدول في العالم. إذن قمة تأتي كما قلت في ظروف يشهد فيها العالم العديد من التحولات، وسوف تركز القمة على العديد من المواضيع التي تهم الأمة الإسلامية هنا في بانجول غامبيا. عودة إليكم زملائي إلى الأستوديو المركزي. شكرا جزيلا لك وليد صاري، كنت معنا من العاصمة الغامبية بانجول. في الحركية التنموية وتيرة متسارعة لأشغال عصرنة وتهيئة شبكة الطرقات الولائية والبلدية بتسمسيلت، وذلك في إطار البرنامج التكميلي. حمو أجانا. 13 عملية استفاد بها قطاع الأشغال العمومية لولاية تسمسيلت لإنجاز 136 كيلومتر من ازدواجية الطرق الوطنية مقسمة ما بين الطريق الوطني 14 الرابط ما بين تسمسيلت وتيارت على مسافة 38 كيلومتر،
و33 كيلومتر الرابط ما بين تسمسيلت وعين الدفلة، والطريق الوطني 120 الرابط ما بين تسمسيلت والجلفة على مسافة 22 كيلومتر، والطريق الوطني 127 الرابط ما بين تسمسيلت والمدية على مسافة 73 كيلومتر. كذلك في البرنامج هذا استفادت من 95 كيلومتر على تحديد وعصرانة الطرق الولائية، الطرق البلدية استفدنا تقريبا من 55 كيلومتر من 11 المشروع. هذه قارية في الطرق اللي راهي في الإنجاز، حيث قاربت نسبة الإنجاز تقريبا 60%، وسوف نستلم كل هذه المشاريع كذلك في السداسي الأول من هذه السنة إن شاء الله. مشاريع قاعدية تسابق الزمن من خلال الإسراع في وتيرة إنجاز طرقات تربط بين ولاية تسمسيلت وأربع مدى بهدف تشجيع المستثمرين وإنعاش الاقتصاد المحلي وكذا الوطني. إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية يسمح بفك العزلة عن الولاية ويجلب المستثمرين والسياح إليها. المنشآت كما هذه تسمح باش المواطنين يجوا يزوروا يستثمروا في الولاية، وهذا الشيء نخطوا له في خارطة عمل إن شاء الله اللي راح نوجدوها باش تكون أيام تحسيسية فيما يخص الاستثمار في كل القطاعات في الولاية، اعتبارا الفرصة اللي راهي كاينة هو وجود العقار، لا سيما العقار الصناعي ولا العقار الاقتصادي اللي متوفر ومهيئ على مستوى عدة بلديات في الولاية. منشآت قاعدية يتم إنجازها من طرف سواعد جزائرية تحترم المعايير التقنية المعمول بها دوليا، مما سيساهم في تسهيل حركة المرور والتقليل من حوادثها. وتلبية للطلب المتزايد على صيغتي السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، استفادت بلدية ورماس بالوادي من حصة فاقت 200 وحدة. سمية مزور. حظيت بلدية ورماس بالوادي ببرامج تنموية معتبرة التي تدخل في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة في التكفل باحتياجات الساكنة من خلال تجسيد مشاريع لفائدة المواطن. بلدية ورماس بكري كانت شعبة شوية الحية، وتحسنت الأمور شوية لباس، كاين التهيئة، كاين الإنارة، كاين الطرق، كاين الخيرات، وكل كاين لباس. استفادت بلدية ورماس من العديد المشاريع، في سواء من ناحية التهيئة العمرانية أو الصرف الصحي، كذلك طرقات ما شاء الله غيرت وجه البلدية. السكن الريفي والتحصيصات الاجتماعية من السياغ التي تحظى بمتابعة جدية من قبل السلطات المحلية ببلدية ورماس بهدف تغطية الطلب المتزايد على هذه السياغ السكنية. أمور متوفرة، قضية 100 مليون ذلك الدراهم كي هبطت بعد ما كملنا مباشرة هبطت الدراهم، معطلوناش الحمد لله رب العالمين، وتشوف الأمور كراهي ماشية، ولكن يا لو ما ترسيتها إن شاء الله بإذن الله عن قريب معاش يطول بإذن الله، هي حصة ديار ترسيتها جات. في إطار التحصيصات الاجتماعية، بالنسبة للتحصيصة الاجتماعية الأولى اللي هي 250 سكن، بالإضافة إلى التحصيصة الاجتماعية الجديدة 100 سكن، 100 حصة التي هي قيد الإجراءات الإدارية، ثم بعدها قيد التسوية، ثم توزع على شباب بلدية ورماس، إن شاء الله لنغطي إن شاء الله أي عاجز في مجال السكن في بلدية ورماس إن شاء الله. هذه التحصيصات الاجتماعية استفادت من عمليات تهيئة واسعة وربطها بمختلف الشبكات الضرورية وفتح الطرقات لتسهيل تنقل المستفيدين. في مجال الاستثمار وقصد تخفيض فاتورة الاستيراد، جهود متواصلة لإنتاج المواد الأولية للسيراميك محليا. العينة من ولاية بومرداس مع محمد أمين بوتومي. لصناعة تنافسية لمربعات السيراميك تتشارك عوامل متعددة من اليد العاملة إلى المعدات الحديثة، لكن أهم العوامل على الإطلاق هي نوعية المواد الأولية المستعملة، حيث ولزيادة نسبة الإدماج في إنتاج البلاط أنشئ بولاية بومرداس مصنع يختص في تحضير ومزج المواد الأولية التي كانت إلى وقت قريب تستورد من الخارج. احنا قمنا بهذا المصنع لإنتاج المواد الأولية داخل في صناعة الخزف، دعم لبرنامج الحكومة لخفض فاتورة الاستيراد. هذا المصنع يخدم لاكريستالين، يخدم لونغوب، يخدم لي ماي مات، يخدم لي ماي مونوباز. بروسيس نجيبوا لي ماتير لوكو اي دي ماتير امبورتي. الور لي ماتير امبورتي نبعثوهم لداخل لي سيلو، داخل لي سيلو نبعثوهم او ميلونجور،
avec des matières toutes, on va s'y mélanger. On a les deux fours, un four pour l'émail et un four pour l'engob. يجلب المصنع أغلب المواد الأولية من المكامن المنجمية التي تتواجد بالجزائر ويقوم بإخضاعها إلى تجارب مخبرية قبل وبعد تحضيرها ومزجها لتستعمل لاحقا كطبقة فوقية على مربعات السيراميك. أنا في مخبر مراقبة الجودة، أنا يتم معاينة المواد الأولية التي تصلنا من مصادرنا ويتم معاينتها ومراقبتها إذا كانت ذو جودة جيدة. يتعامل المصنع مع منافسين محليين في المجال حيث يوفر لهم هذه المواد. قمنا بهذا المصنع لنوفره لنا أولا كأنا منتج للسيراميك وكذلك لمنافسية لكاين بعض في كل القطر الوطني. يملك أصحاب المصنع وحدات إنتاجية للسيراميك حيث جاوزت المبيعات إلى الخارج 2 مليون يورو سنة 2023. ضمن المشاريع القاعدية وتيرة متسارعة تشهدها أشغال إنجاز ملعب الدويرة بالعاصمة الذي كان ليلة أمس محطة زيارة تفقدية لوزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي، حيث عاين خلالها مركز المراقبة الذي انتهت به أشغال الواجهة الخارجية، كما تفقد مختلف طوابق المركز الذي بلغت نسبة إنجازه 90%، خاصة الجناح المخصص لغرف اللاعبين والمنطقة المسمى فيفا. وخلال معاينته لقاعة المحاضرات قدمت للوزير شروحات ومخطط ثلاثي الأبعاد لطريقة الإنجاز. وبالمناسبة أكد بالعريبي على ضرورة الانتهاء من أشغال القاعة في أقرب الأجال ليقف في ختام الزيارة على سير أشغال محور الدوران للمدخل الرئيسي للملعب. في رحاب النادي الثقافي عيسى مسعودي كرمت الإذاعة الوطنية الجزائرية اليوم مبدعيها في المجال الدرامي والفني والمسرحي، وذلك في غرة الاحتفال بالعيد العالمي لحرية التعبير. مراسم التكريم جرت بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي سعيد والمدير العام للتلفزيون الجزائري والمدير العام للإذاعة الجزائرية والمدير العام للبث الإذاعي والتلفزي. وبالمناسبة ذاتها كانت لمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي سعيد زيارة لمقري التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية. إذن كانت لمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي السعيد زيارة لمقر التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث اطلع على سيرورة العمل في مختلف مصالح التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية. دائما أتشرف بوجودنا هنا تحت هذا الصرح العريق تاع 21 الشارع الشهداء الذي يحتوي على الإذاعة الوطنية وعلى التلفزيون الوطنية. وبهذه المناسبة
أود أن أهنئ كل الصحافة الوطنية بعيد باليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير، وجاء في ظروف تشهد فيها الجزائر حرية الصحافة، حرية التعبير، حرية الكلمة، وكذلك من خاصة في الجزائر الجديدة، وهذا من الالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وإن شاء الله مساحة الحريات راح تتوسع لكي تكون جزائر قوية مزدهرة. تعزيزا لروح المقاولة في العديد من المجالات التعليمية، اختتمت اليوم بالمعهد الوطني للبحث والتربية فعاليات المسابقة الوطنية للابتكار، حيث أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد على تكريم الفائزين بالمسابقة التي كانت فرصة لتدشين حاضنة المعهد الوطني للبحث وإمضاء اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. نبقى مع الابتكار، حيث اختتمت مساء أمس الطبعة الثانية من فعاليات المخيم الربيعي الشبابي المتخصص الذي نظمه المجلس الأعلى للشباب على مدار 3 أيام بمشاركة 400 طالب جامعي يمثلون مختلف النوادي الجامعية عبر الوطن تحت شعار جهود متواصلة من أجل مشاركة فاعلة. وبالمناسبة تم تكريم النوادي المبتكرة في مختلف المجالات. وصل الجوابية. 3 أيام كانت محطة لتبادل الخبرات والتكوين وترسيخ قيم التشاركية في مختلف المجالات. قطرة الابتكار والإبداع شباب الجزائر التقوا في المخيم الربيعي في طبعته الثانية. في الطبعة يعني سيكو المجلس الأعلى وفر لنا واحد الجو اللي خلى الشباب في ساعة تعترف بعضها لمشاريع كبرى يعني قررنا نديروها نحن الشباب لنا كنا إن شاء الله مشعلا في المستقبل. وسعوا علاقات مع مختلف شرائح النوادي الجامعية مع مختلف طلبة من كل الجامعات، كذلك التكوين كان تكوين مستوى عالي، وكذلك تخللت هذا المخيم ورشات منها ورشة تكوينية منها إشراك الطلبة في العمل السياسي. هو فضاء لتكثيف الجهود من أجل مشاركة فاعلة للشباب والطلبة الجامعيين في الحياة الاجتماعية وصنع القرار. مثل هذه اللقاءات من خلال تنظيم هذه المخيمات ستعطي أكثر حيوية وديناميكية لهؤلاء الطلبة المبتكرين. أزيد من 1300 طالب جامعي، تم استقبال 600 طالب جامعي، أزيد من 250 نادي جامعي. 3 أيام من الفعالية والحيوية جعلتهم يشاركون في برنامج ثري. مستقبل البلد هو هذه الكفاءات التي نصنعها اليوم. نحن ما نصنعه اليوم هو مستقبلنا الذي سنعيشه غدا، ولذلك الضوء مسلط كثير على الشباب اليوم. المخيم الربيعي الشبابي في طبعته الثانية، لقاء مع مختلف النوادي الجامعية يجسد رؤية الدولة في تعزيز مشاركة الفاعلة لفئة الشباب في الحياة العامة. تحضيرا لامتحانات تقييم المكتسبات في مرحلة التعليم الابتدائي يوم 12 مايو الجاري، انطلقت بولاية وهران المراجعة العامة لفائدة فئة ذوي الإعاقة السمعية والبصرية. المتابعة لأبو بكر منصوري. عند دخولك إلى مدرسة الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية وكذا البصرية بولاية وهران، فإنك ستجد براعم بعمر الزهور تملأهم الحيوية والأمل. كانوا اليوم على موعد مع التحضير لامتحان تقييم مكتسباتهم في مرحلة التعليم الابتدائي. التهيئة النفسية لتدارك وتنبؤ بقلق الامتحان والوعي بوجود صديق مرحلة انتقالية من الابتدائي إلى المتوسط. رانا في آخر التحضيرات، الأولياء راهم جاهزين، الأطفال تاني محضرين. قمنا أيضا
قدمنا لهم نماذج في جميع المواد. هذا الامتحان سيساهم بشكل كبير في إبراز التميز الإيجابي لهذه الفئة تثمينا للمجهودات التي يبذلونها هم وذوهم طيلة السنة الدراسية. تجربة مليحة لأولادنا باش يتعلموا طريقة الإجابة على أسئلة خارج عن نطاق الاختبار. المؤسسة والأخصائيين هم اجتهدوا في العمل تاعهم وفهمونا شنو ندير لأولادنا، وحنا كنا شوية متخوفين، هم قلعوا لنا هذاك الخوف. بدأ التحضير لهذه المناسبة والتي يتشرف قطاعنا الوزاري للإشراف عليها في جميع المراحل بمرافقة وزارة التربية الوطنية وفق المذكرة التوجيهية التي تحدد التراتيب والإجراءات التقنية والبيدغوجية بهذه الامتحانات إلى غاية إجراء الامتحانات اللي يكون بإذن الله تعالى يكون نهار 12 من مايو. وكما تعلمون يلعب التكفل التحضير والتحضير النفسي والتربوي والأبوي دور جد مهم للوصول إلى نتائج إن شاء الله تكون مرضية. رسم باقة أمل أمام هذه الفئة العزيزة في مجتمعنا من ذوي الهمم ستمكنهم من تحقيق طموحاتهم الدراسية وإدماجهم اجتماعيا. تحسبا لموسم الاصطياف نظم بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية بوسماعيل بولاية تيبازا لقاء وطني لتقييم مشاريع قطاع النقل خاصة منها نشاط الموانئ. وبالمناسبة أكد محمد الحبيب زهانة ضرورة تقييم نسبة المشاريع التي يجسدها القطاع. الخطاب الأخير لسيد الرئيس الجمهورية اللي حدد فيه الجهود جهود الدولة فيما يخص تنويع الاقتصاد وخاصة في مجالها تصدير وتشجيع الأعوان الاقتصاديين على بذل الجهود حتى نتمكن من تصدير أكثر، تكون عندنا ميزانية إيجابية تمكننا من الوصول إلى تنويع في الاقتصاد الوطني. الموانئ التجارية اللي عندها دور كبير في مرافقة المصدرين، اليوم نقف حول هذا الموضوع حتى نتمكن من أولا إضافة وزيادة المردودية فيما يخص التعاملات على مستوى هذه الموانئ. بولاية المسيلة عاين وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي عددا من المشاريع من بينها أشغال تكملة إنجاز وتجهيز المسجد الرئيسي القطب بوسط المدينة ونسبة تقدم إنجاز المدرسة القرآنية التابعة للمسجد. وعلى هامش زيارته إلى الولاية أشرف بالمهدي على حفل تكريم الدفعة الثانية لحفظة القرآن الكريم المجازين وتوزيع الإجازات. في موضوع آخر وبهدف التوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على جمالية المحيط وإضفاء مرونة على حركية السير، حملة واسعة لمنع احتلال الأرصفة والطرقات من قبل أصحاب المحلات التجارية. من العاصمة رياض بن مهدي. ظاهرة استفحلت وباتت تعطل حركة السير والمرور بالنسبة للمركبات والراجلين على حد سواء. ظاهرة هذه ثم تاع الأخرى ذو يخرجوا للطريق وتاع واحد بحذا الحام تاعهم داير السلوم، واحد داير الحجر، واحد داير الأخر، الناس ما كانش وين ستاسيوني، الأخر الفضاوي هذه تاع النصبات اللي برا، والأخر من هنايا، واحد بحذا المحل تاعو كيما نقولوا حنايا كاري محل ما يحطش الحوايج ويجي واحد يحط بحذاه. ثم ودات فوضى كبيرة. تجم صراحة حوادث كارثية، حوادث طرق، مام إنسان يكون مريض معاق يخرج من الطروطوار يروح للطريق، ضربوا سيارة، السبب تاعو هو اللي دار الاحتلال تاع المراصيف هذه. ولأن التحسيس المستمر والتطبيق الصارم للقانون يعدان من الحلول الناجعة لمواجهة ظاهرة احتلال الأرصفة والطرقات، يعمل الأمن الوطني ميدانيا لاستعادة حق المواطن في استغلال الأرصفة بما يسهل سيره ونشاطه. هذا الفعل يعاقب عليه القانون في المادة 444 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على أنه كل من يضع شيء من شأنه أن يعيق الطريق العمومي أو يؤثر على حرية المرور يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 8000 إلى 16000 دينار جزائري وبالحبس من 10 أيام إلى شهرين. في هذا الصدد قمنا بتنظيم خرجة ميدانية في المقاطعة الإدارية المنتدى باب الود لمحاربة هذه الظاهرة ومجابهتها باستمرارية. نثمنوها بقوة، ان شاء الله يكملوا فيها هكذا.
باسكو لو كان ما كانوش الامن اليوم واحد ما يعرف الحاله هذه. هذه لو كان ماشي نتوما جيتوا اليوم هكذا تلقاوها كامل حجار سلهم كل واحد واش يحط هنايا. هذه الحملات التحسيسيه تعكس روح المواطنه لمؤسسات الدوله وتلقى استحسان المواطنين وتؤسس لسلوك اجتماعي متحضر. في إطار التعاون الجزائري التونسي في مجال الحماية المدنية، تم اليوم توقيع اتفاقية التوأمة للتعاون بين المدرسة الوطنية للحماية المدنية الجزائرية ونظيرتها التونسية بمقر المديرية العامة بالعاصمة. اللقاء جرى بحضور المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية التونسية أمير لواء عبد الصمد بن جدو والوفد المرافق له. توأم بين مدرسة الحماية المدنية الجزائرية ومدرسة الحماية المدنية التونسية في إطار تطبيق تفصيلات الجزء التقنية التي اجتمعت في 24 جون 2024، والتي نصت في محاورها على ضرورة إقامة توأمة بين المدرستين تكون يعني في مجال التعاون بين في مجال البيداغوجيا. الحل الوحيد مش تبادل الخبرات ومش تعاونوا، وديجا سبق قبل راهو عاونون الإخوان الجزائريين برشا في تونس كيف عاوناهم. وفي مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة وفي ظل تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، استشهد وأصيب العشرات فجر اليوم فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض في قصف طائرات الاحتلال منازل في حي الصفطاوي والزيتون والشيخ عجلين ورضوان وتل الهوى بمدينة غزة وكذا شارع الفلوجة برفح. كما استهدف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، ويستمر الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر بقطاع غزة منذ 7 أشهر بلا توقف، متسببا في استشهاد 34,654 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 77,900 آخرين. في أخبار الرياضة وتسوية لرزنامة الجولة 19 لبطولة الرابطة الأولى موبيليس، يواجه اليوم اتحاد خنشلة فريق شباب بالوزداد، فيما يلتقي اتحاد الجزائر بعد غد الاثنين بشبيبة القبائل. انعقدت صبيحة اليوم بالعاصمة أشغال الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية من أجل دراسة الحصيلتين المالية والأدبية لسنة 2023. الجمعية عرفت حضور 57 عضوا من أصل 89 و13 اتحادية رياضية من بين 20، حيث تمت المصادقة بالإجماع على التعزيز الأدبي والمالية. بهذه المناسبة أعبر عن بالغ فخري واعتزازي بالنتائج الرائعة التي حققها الرياضيون من الرجال والنساء الذين تألقوا في مختلف المنافسات والبطولات الإقليمية والدولية التي أقيمت عام 2023، التي كانت حافلة بالإنجازات والأرقام المبشرة بمستقبل مشرق لرياضتنا وبلادنا. نختم بفعاليات شهر التراث، وتحت شعار حرائر بومرداس احتضنت دار الثقافة رشيد ميموني ببومرداس معرضا حرفيا عرف مشاركة كبيرة لحرفيات مبدعات، يقول يوسف طافر. لقاء حرائر بومرداس صنع التميز بأنام حواء ومختلف الحرف والإبداعات. التراث الجزائري غني بكل أنواعه، سواء الخياطة، الطبخ، الديكور. الآن كل الأعمال التقليدية راهي في القمة، سواء الطبخ، الحلويات، الأفريشة، يعني نفتخر بهذا العمل يعني فيه. الجزائر عندها تراثها، عندها حراير الله يبارك يخدموا جميع المجالات، في جميع المجالات رجالا ونساء، يعني
كل مهنة تستحق أنها تتشجيع. التراث تاعنا هذه، إحنا هذه في بلادنا يخدموها بزاف على الخدمة، يديروا منها القفة، يديروا المظلة، يديروا الحصيرة، يديروا الطبق نتاع الخبز. ها هو الجزائر تحفل بالتراث، التراث الواسع، لأن الجزائر قارة، كل ولاية عندها تراث وعندها حضارة وعندها تاريخ. الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين كان لها ما تقول. كانت هذه مبادرة سميناها حراير بومرداس، اللي كانت مثل تراثنا العريق، ما شاء الله على حراير بلادنا وحراير بومرداس. كان الاختيار على أساس من كل حرفة اختارينا واحد اللي يمثل أحسن تمثيل في الميدان هذا. التراث الجزائري غني، دليل راك تشوف راهي عندنا عدة حوالي 50 مشارك، ولو كان فتحنا القائمة لو كان نوصلوا ل 100 ولا 150. هو تراث الجزائر القارة، وإبداعات المرأة الجزائرية في مختلف التخصصات يحتاج إلى تسويق جيد وترويج أكبر للتموقع في الأسواق العالمية. بالتراث نختم نشرتنا، إليكم تذكيرا بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ سيدات أقبول كرة القدم إثر تتويجهن بكأس الجزائر. ممثلا لرئيس الجمهورية الوزير الأول يشارك في أشغال قمة منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الغامبية بانجول. ضمن الحركية التنموية مشاريع قاعدية لدعم شبكة الطرقات بتسمسيلت. وتابعنا من بومرداس إنتاج المواد الأولية للسيراميك محليا لخفض فاتورة الاستيراد. في فلسطين المحتلة عشرة الشهداء والجرحى في قصف صهيوني على تل الهوى ورفح، وحصيلة العدوان ترتفع إلى أزيد من 34,600 شهيد. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.